شنو هذا الكلام اللي نسمع عن تهديد فلان وتهديد فلان، هددوني المحكمة الاتحادية يسحب عضويتي؟ مو صحيح، مو صحيح، لتحقيق مصالح مع طرف آخر، مصالح شخصية. أما المحكمة الاتحادية ما عدا هذا أسود وأبيض اللي تسوي للبلد، أنه إحنا ما عدنا صمام أمان بالعملية السياسية غير القضاء بقت. هذه المؤسسة إذا ما احترمت فما ظل أكو بلد اسمه عراق، صير أكو فوضى، صومال، سودان، نشتغل ليبيا، هيك يصير عندنا حقيقة.